لقد أمر الله عز وجل المؤمن بأن يكون سابقاً في الخير، يقتدي الآخرون به ليحوز بذلك مثل أجر من اقتدى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر من عمله. وحينئذ يحرص المؤمن أن يكون قدوة في الخير سابقا إليه، ليكون ممن يقتدى به فيعظم أجره ويكثر ثوابه يوم لقائه لرب العزة والجلال. وإذا أراد الإنسان أن يصل لأكمل النتائج وأفضلها، فعليه أن يقتدي بمن أمر الله عز وجل بالاقتداء به، وأول ذلك أنبياء الله عليهم السلام الذين ذكر الله عز وجل قصصهم في كتابه العظيم القرآن الكريم، ليكونوا قدوة لنا، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. ومن ثم نقتدي بسير هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وقد قص الله عز وجل علينا من سيرة أنبيائه عليهم السلام ما يكون فيه عبرة وعظة للمعتبرين، كيف توكلوا على الله وخافوا منه سبحانه وعلقوا قلوبهم به وحده، وكانت عباداتهم لله جل وعلا وحده لا شريك له، فكان الله ناصرا لهم مع تكالب الأعداء عليهم ووجود الخطط الكثيرة للقضاء عليهم، إلا أن الله عز وجل سلمهم من شر أعدائهم. وهكذا أتباعهم عليهم السلام ساروا على طريقة أنبياء الله، فكان هذا من أسباب نجاتهم ومن أسباب سعادتهم دنيا وآخرة. وكذلك ذكر الله عز وجل لنا شيئا من أمور الملائكة عليهم السلام، فإنهم يطيعون الله جل وعلا ويعملون بأمره ولا يعصونه، ليكون هذا ممن نقتدي بهم في السير على طاعة الله جل وعلا، والذين نسير على نهجهم في عبودية رب العزة والجلال. وإن ممن أمرنا بأن نجعله قدوة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من تمسك بهديه وسار على طريقته سعد في الدنيا والآخرة، وكان من أصحاب الدرجات العلى في جنات الخلد مع ما يكون له في الدنيا من النصر المؤزر والخير العظيم وكثرة الأتباع، ليكون المرء كثير الأجر يوم لقائه لرب العزة والجلال.